دايود. ما هو الدايود؟ المحاضر المحاور مقدمة عامة راح ناخذ شيء اسمه منطقة الاستنزاف، راح نتعرف على مقدمة عامة شنو الدايود، بعدين شنو منطقة الاستنزاف داخل الدايود، شنو أهميتها، شنو هي المفروض أنتم هاي ماخذينها، يعني هم إعادة لما قد أخذتوه، حالات تجين الدايود، الرمز الإلكتروني للدايود، مواصفات الفولتية التيار للدايود، معادلة شوكي للدايود. هذين المحاور راح نتناقش بهن. نبدي بالمقدمة. ما هو الدايود؟ ما هو الدايود؟ سنتكلم بشكل مفصل يعني دارس على الدايود الضوئي بعد الضوء، يعني يشتغل مفتاح كمفتاح ثابت. أكو واحد ثاني يقدر يعطيني أوضح؟ انت بدايتك ما راح توصل للنتيجه، صح؟ انت عندك الفكره بس ما راح تقدر توصل للنتيجه. زين، عندي اشباه موصلات، شلون اقدر اصنع دايود من اشباه موصلات؟ سؤال. ما الدايود ببساطه نقول هو من ابسط نبائط، يعني من العناصر الموجوده بالهندسه الالكترونيه، من ابسطها هو الدايود. ابسط العناصر اللي اقدر ابنيها، الاجهزه اللي اقدر ابنيها في الالكترونكس هو الدايود، حيث يتكون من التقاء وصله بين نوعين من السيمي كوندكتر مختلف. انا عندي نوعين من السيمي كوندكتر، عندي ان وعندي بي. لو جبت هاي الان والبي خليتها بصوره متجاوره، طبعا بالفابريكيشن يعني بالبناء، مو انه اجيبها قطعه ان واجيب بي واحطها هسه بالمختبر راسا يصير دايود، لا اكون بالبناء من ابنيهن متجاورات وحده بصف الثاني. إذا بنيت المتجاورات مثل هذا الشكل، البي مجاورة للان، راح أشوفهم عندي بأنه يتكون عندي دايود. هذا هو الدايود ببساطة، هو قطعتين من السيمي كوندكتر مختلفات موضوعات جنبا إلى جنب، وهو من أبسط الأجهزة النبائط لأشباه الموصلات، أبسط ديفايس موجود بالإلكترونيكس، وهو حجر الأساس. يتكون دايود صار قطعتين مختلفة. الآن قبل لا أدخل شنو راح يصير بالدايود، راح أجي أروح أخذ مبدأ فيزيائي كل إحنا نعرفه. قد يكون أكو فيلم هنا إذا موجود أوريكم إياه. تفضل. شوف هاي التجربة اللي جاي يسويها. هنا أنا عنده أنا فيني فقط التجربة اللي راح يسويها. عنده كنيتين وعائين شو يسمون هذا مليان بغاز أصفر، والكنية الثانية مليانة بالهواء اللي هو غاز تقدر تقول شفاف. من حطانا سوا شنو اللي صار؟ شوف جاي يصير. شنو اللي جاي يصير؟ الغاز تبدي شنو؟ تبدي تتداخل، تصير عملية انتشار، تشوف بأنه الذرات الموجودة من المادة السفلى صفراء تنتقل وين؟ للمادة الشفافة، تفضل. وكذا شوف هاي الذرات شلون جاي تنتقل؟ يصير تداخل، الذرات من الجانب الأسفل تنتقل للأعلى، ومن الأعلى وين تنتقل؟ الأسفل. هو هذا اللي يهمني. شو نسمي هذا؟ شو نسمي هاي العملية؟ شو نسمي هاي العملية؟ انتشار ديفيوجن. تصير عملية ديفيوجن. أي مادتين يصير المتلاصقات بيناتهم اختلاف بالتركيز، تصير عملية ديفيوجن بيناتهم، تصير أنه ينتقل المادة من التركيز العالي إمن للتركيز الواطي. ماذا يحدث بالدايود؟ هذا الدايود. الدايود متكون من قطعتين متوصلات شو؟ الأولى من بي، شبيه البي؟ فجوات، وفرة من الفجوات.
فجوات كثيرة. مو البي شنو؟ حاملات الشحنة الفجوات موجودة بكثرة بالبي. وان شبيها الان الالكترونات، وفرة من الالكترونات. اذا هنا الكترون وفرة، وهنا هول وفرة. اذا هنا تركيز عالي للهول، وهنا تركيز عالي للالكترون، والعكس بالعكس، هنا تركيز واطئ للالكترون وهنا تركيز واطئ للهول، صح؟ شو راح يصير؟ هسه احنا نسوي ما بينات الحاجز، يصير عملية انتشار لو ما يصير عملية انتشار؟ راح تبدي الهول تنتقل بهالاتجاه، هاي الهول. الالكترونات تبدي منين تنتقل؟ تنتقل بهالاتجاه، هاي الالكترونات. راح بسبب الديفيوجين، بسبب الانتشار، راح تهاجر الهول من المنطقة بي، وين تروح؟ للان. والالكترون من المنطقة الان وين تروح؟ للبي. زين. هو شنو الهول؟ اولا للي ما كانوا جايين المحاضره، اللي كانوا جايين من المحاضره القديمه يعرفون، حكينا عنه والمفروض كلكم تعرفون شنو الهول. فجوه. شنو الفجوه؟ هو مكان فارغ يحتاج الكترون، هو هناك عمليه نقص الكترون، مكان فارغ يبحث عن الكترون لاشباعه، صح؟ هو كانت هو مكان مخصص للالكترون فقده، بقى هول. فاذا الهول هذه الفجوه هو مكان يبحث عن الكترون، مو مكان حقيقي، وانما هو فراغ كان محتاج الكترون. فاذا من يجي هول بمكان باكتظاظ من الالكترونات، ايش تتوقعون؟ يصير عمل ياخذ الالكترون يتشبع، هو عنده نقص، واحد عنده نقص سكر ويمه سكر، راسا يتشبع ياخذ الكميه اللي نيته، صح؟ هسه هذا فجوه محتاجه الكترون، اجت المكان مكتظ بالالكترونات، اكيد راح واحد من هاي الالكترونات يدخل بهذا المكان ويسده. فاذا الوجبه الاولى من الفجوات اللي تدخل هنا راسا ايش راح تجي؟ تلقى الكترونات. فهنا راح تصير هاي فجوات بالمكان مالتي، بالمقابل كل فجوه من هاي الفجوات راح اكو الكترون يسدها، فراح تنتهي، ما تبقى فجوه، وانما يصير عليها عمليه ريكومبليشن، راح تنتهي، لا راح تختفي، الالكترون يختفي ويا الفجوه ينتهي، لا اكو الكترون حر ولا اكو فجوه حره. وايضا الفجوه الاخرى والثالثه والرابعه والخامسه هذا كله راح يصير نفس الشيء. بالمقابل الالكترونات اللي تجي هنا شنو راح يصير؟ الالكترون موجود بمكان بطلب عالي، هنا فجوات كثيرة، والالكترون هي فجوات تبحث عن الكترونات، وموجودة الكترونات، رأسا وين تروح؟ كل الكترون راح يروح له إلى فجوة معينة ويستها، فهاي الفجوات الالكترونات اللي انتقلت شو يصير بيها؟ أيضا تنتهي، يصير عملية ريكومديشن، يعني عملية التحام ويا هولز. ايضا راح تروح. فاذا انا صح تصير عندي بالوهله الاولى يصير عمليه انتقال هول الى من الهول من البي الى الان، والالكترون من الان الى البي، لكن وياها تترافق ويا هاي العمليه عمليه ريكومبينيشن، عمليه التحام بين الالكترونات المنتقله من الان الى البي اللي تواجدنا هسه بالبي، ويا من؟ ويا الفجوات الموجوده بالبي، عندي وفره فجوات. وايضا هناك تصير عمليه التحام بين الفجوات المنتقله من البي الى الان في منطقه الان، واضح؟ هاي العمليه راح تولد لي هنا بعد هسه من اجينا هنا، صح؟ حاملات الشحنه، هاي المنطقه بها حاملات شحنه حره؟ هاي المنطقه اللي صار بها الكومبينيشن، هاي اللي لا انتهت، هاي منطقه تولدت لي منطقه بالمجاور الجنشن، منطقه الالتقاء بصفها مباشره، تولدت لي منطقة خالية من الفجوات ومن الالكترونات، وين راحن؟ وين راحن؟ التحمل؟ قلنا هن كانوا موجودات، لكن بسبب ان الفجوات اجى من البي وهو اكو الكترونات التحمل، فبقى لا بقى بهاي المنطقة، لا بقى الكترون ولا بقى فجوة. فإذا ايش صار عندي؟ صار عندي أولا هاي المنطقة تولدت لي منطقة خالية من الشحنات الحرة، لا موجودة بها الكترونات ولا فجوات. زين.
الشحنه الكليه لهاي المنطقه. يعني من اجي اخذ هاي الناتج هذا الاجتماع بين الالكترون والفجوه، شنو شحنته؟ هل هو متعادل لو لا؟ ما يصير متعادل. ليش؟ لانه هو قبل لا احقن البي كانت البلوره متعادله، لا هي سالبه ولا هي موجبه، عدد الالكترونات يساوي عدد الفجوات بها. الان شنو اللي دخل عندي؟ دخل عندي فجوه، هاي الفجوه شحنتها موجبه، فاذا تحولت هاي المنطقه الى شحنات موجبه، يعني كانما هنا صارت اكو شحنات موجبه بسبب وفره الفجوات اللي دخلت عندي. لان هاي الفجوات يعني كانما اكو الكترونات صار ناقص هنا. بالمقابل الجانب الثاني هو البلورة بي قبل لا أجيب الان بصفها كانت متعادلة كهربائيا، صح؟ بلورة عادية يعني متعادلة كهربائيا، عدد الإلكترونات موجودة، كل الذرات بيها مشبعة بها إلكتروناتها، فهي متعادلة كهربائيا. الآن دخلت إليها شنو؟ البي إلكترونات، فإذا شنو الشحنة اللي صارت بهاي المنطقة؟ شحنة سالبة، صارت هنا شحنة سالبة. اذا شوف تولدت هسه ارجع للقضيه عيدها من جديد، اقول عندما اجيب وصلت يعني اجيب ان واحطها بجانب بي، ان بي حطيتهم متجاوره، ايش راح يصير؟ راح تصير الوهله الاولى يصير ديفيوجن، راح تنتقل الفجوات من البي لمن؟ للان، والالكترونات من الان لمن؟ للبي. هاي النقطه رقم واحد، النقطه رقم اثنين راح الفجوات المنتقلة بالان راح تصير عملية التحام ويا الالكترونات، والالكترونات المنتقلة للبي راح تصير عملية التحام ويا الفجوات بالبي، صح؟ هاي فإذا راح تتولد عندي منطقة خالية من الشحنات الحرة مجاورة لمنطقة الالتقاء، هاي هم واضحة، صح؟ شو صار فيني؟ هسا واضحة النقطة الثانية؟ النقطة الثالثة المظهر الثالث اللي راح يصير عندي، انه بما انه هنا أنا عندي فجوات انتقلت يعني شحنات موجبه انتقلت من البي الى الان، فاذا راح يصير زياده بالان بالشحنات الموجبه، فاذا هاي المنطقه راح تصير موجبه، انا دخلت لها شحنات موجبه، بينما هاي المنطقه المجاوره بالبي دخلت لها الكترونات وهي شحنات سالبه، لان كانت في الاصل كانت هي متعادله، هسه دخلت لها شحنات سالبه صارت سالبه. دخلت لها شحنات موجبه ايش صارت؟ موجبه. الان صار هنا شحنه موجبه، هنا شحنه سالبه، شو تولد بين الموجب والسالب؟ منطقه استنزاف. لا يعني هي منطقه استنزاف، هي انولدت منطقه الاستنزاف، منطقه الاستنزاف هي نقدر نعرفها، نقول منطقه الاستنزاف من اسمها تم استنزاف حاملات الشحنه بها، يعني هي المنطقه الخاليه من حاملات الشحنه، لا بها الكترونات ولا بيفت هسه تولدت منطقه الاستنزاف، لا اللي ابحث عنه اكو هنا شحنه موجبه واكو هنا شحنه سالبه، شنو يصير اذا اكو موجب وسالب؟ تنافر او تجاذب؟ تجاذب. احنا ما نريد عبر انه تجاذب او تنافر، هو فعلا اكو نوع من التجاذب بين الموجب والسالب، معناه انه هناك جهد كهربائي موجود، هناك صار اكو مجال كهربائي يمتد من الموجب لمن؟ للسالب، كانما انولدت فولتيه، كانما اكو فولتيه صار هنا موجب وسالب، هاي في مقدارها يعتمد على عدد الشحنات اللي موجوده هنا وعدد الشحنات اللي موجوده هنا، صح؟ واضح هسه لحد الان العمليه صار؟ ما اذا تكون في هسه شوف الالكترون الفجوه الموجوده هنا تريد تنتقل من البي، هسه انتقلت الصف الاول هسه فجوه منها تريد بعد مستمره تريد تنتقل من بعد هذا تركيز فجوات قليل بي وهذا تركيز عالي للفجوات، بالعكس تركيز الكترونات عالي هنا وتركيز الكترونات قليل هنا، هم بعد عمليه الانتشار تريد تصير، زين هسه هاي الفجوه تريد ترغب تميل بسبب انه الديفيوجن، بسبب ميلها للديفيوجن، ميلها للانتشار في المناطق المنطقه اللي تكون بيها حاملات الشحنه قليله، تريد تنتقل، ايش راح تواجه؟ هاي شحنه موجبه فول، تشوف راح تنجذب للسالب الموجود هنا وتتنافر ويا من؟
والموجب الموجود بجهة الان، فكأنما اكو هذا الجهد اللي تولد هاي الفولتيه كأنما تحاول عطلتها، تحاول منعها. هسه تقدر لو ما تقدر مو شرط، صح؟ يعني كو مو اي قوة. هسه انا تفضل تفضل تفضل، بس من واحد يريد يدخل المكان واكو واحد بباله يريد يمنعه يواجهه بقوة معينة، مو شرط انه راح ينجح بان يمنعه، يعتمد على القوة اللي دفعه. قد يكون يعني هسه لو طفل عمره 6 سنوات وانا اريد ادخل، ممكن يعني بانه من يتصدى لي ويدفعني يقدر يمنعني ان ادخل من الغرفة؟ لا، راح يكون قوتي اكبر، الميل مالتي للدخول، قوتي محاولتي للدخول راح تكون اكبر من القوة اللي جاي تمنعني. فهاي الفولتية اول ما تتولد راح تتولد قليلة، تعتمد على عدد الشحنات اللي تولدها، فما راح تكون كافية لمنع هذه الميل، ميل الالكترونات، فراح تستطيع بعض هذه الالكترونات اللي عندها قدرة طاقة اعلى من الفولتية اللي موجودة هنا، راح تستطيع القفز، فراح تستمر العملية، عملية قفز الهول من الجانب البي لمن؟ الجانب الاي، فيتولد لي منطقة، تتوسع منطقة الاستنزاف. بالمقابل هنا تصير شحنة سالبة، اكو الكترونات تستطيع الانتقال، فالفي ازدادت كبرت تجهد هنا، خلينا تصير ناقص 2 في خلينا نسميها، هذا دلالة على انها بدأ حجمها يكبر، بدأت تكبر. هسه هاي القوة الجديدة ايضا راح تحاول تعاقل منه الانتقال الفجوات بالجانب، هل راح تنجح؟ يعتمد على مقدارها، هل هي يجي بعد ما نمت الفولتية شوية، راح نرجع لنفس السؤال، هل هذه الفولتية قادرة على منع انتقال الفجوات من البي إلى الان، وقادرة على منع الإلكترونات من الانتقال من الان إلى البي؟ هل قادرة لو ما قادرة؟ أو أصيغ السؤال بصيغة، هل هناك من الفجوات والإلكترونات من يمتلك طاقة تستطيع التغلب على هذه الفولتية الجديدة اللي تولدت؟ إذا أكو تستمر عملية الانتقال، إذا ما أكو تتوقف. فنقول أكو، فإن إيابة أكو راح يصير عندي منطقة تتوسع منطقة الاستنزاف هنا، انتقلنا صارت 3V. هذا بس يعني هذا مو حكي، يعني بس مجرد انه اريد اقول الفولتية كبرت، يعني كانما تضاعفت 3 مرات. هسه هل وصلنا النقطة بانه الفي هاي الثلاثة في اللي تكونت اكبر بكثير من الطاقة الموجودة؟ اي وصلنا، بعد ما موجودة واحدة من الفجوات عندها هاي القابلية ان تقفز هذا، صح؟ زين، فاذا وصلنا لهاي النقطة تصل البلورة اما الى التوازن. فش راح نلقى؟ راح تصير البلورة الدايود بعد ما وصل حالة التوازن، ايش راح نشوف به؟ راح نشوف به منطقة استنزاف. شنو ميزات منطقة الاستنزاف هاي؟ ديبليشن ريجين، منطقة خالية من الشحنات الحرة. وين راحت شحناتها الحرة؟ صارت بها عملية ريكومبينيشن، إعادة التحام، التحمت الفجوات، التحمت ويا الإلكترونات، والإلكترونات التحمت ويا الفجوات، مخلفة شحنات موجبة في منطقة الان وشحنات سالبة في منطقة البي. هذه الشحنات مقيدة لا تستطيع الحركة، صارت عملية التحام لا توجد في هذا. ميزة ديبليشن ريجين انها لا تحتوي على شحنات حرة قابلة للحركة. واضحة هاي النقطة؟ زين، نتيجة لهذا تولد الشحنات الموجبة والسالبة سيتولد لدينا جهد داخلي، internal voltage، internal electrical voltage. شو نسميه؟ barrier، حاجز. شنو barrier؟ حاجز. فهذا شو يسمونه؟ internal barrier voltage. barrier حاجز، من اسمه حاجز. شو ليش يسمونه حاجز؟ لأنه سيحجز انتقال الفجوات من البي إلى الان والإلكترونات من الان إلى البي. في بعد ما يوصل للاستقرار راح يكون قادر على الحجز، حجز الإلكترونات اللي موجودة هنا أن تنتقل والفجوات الموجودة هنا أن تنتقل، فصير كأنما أكو منطقة بيناتهم فارغة من الفجوات والإلكترونات، منطقة هنا راح تكون مليئة بالفجوات، منطقة هنا مليئة بالإلكترونات الحرة. واضح هسه الدايود؟ هذا الدايود هذا هو تركيبة في حالة
التوازن. زين هسه اكو واحد من الطلاب يقدر يفسر لي، يعني واحد اذا جاك سئلك قال لك انا عندي دايود في حاله توازن، تعليم جاك بالامتحان لدينا دايود في حاله توازن، وهذا الدايود في منطقه البي مالته هناك وفره من الفجوات، وفي منطقه الان مالته هناك وفره من الالكترونات، لماذا لا تنتقل الفجوات من منطقه البي الى منطقه الان؟ بعد اوضح. واحده من البنات سميتها اخرى ما سمعنا حجي ما ولا طبعا ما سمعنا حجي شلون نعيد انت تتبسم توني حكيت جاي عيد بانه نعم يعني صار يقدر نقول استاذ الفجوات اللي في البي لا تمتلك الطاقه الكافيه لعبور منطقه الاستنار. احسن اقول بما انه في حاله توازن معناه ان البارير فولتج بارير الجهد الحاجز المتولد الانترنال فولتج بارير زين الجهد الحاجز الداخلي المتولد بمنطقه الاستنزاف سيكون اكبر من اي طاقه موجوده بالفجوات، فلا تستطيع اي وحده من ذني عبور هذا الجهد، هناك جهد داخلي يمنعهن، واضح؟ فتقول بسبب الجهد الداخلي اللي موجود والذي سيكون كبير كفايه لمنع اي فجوه او الكترون ان يحاول العبور. واضح هسه هاي النقطه لحد الان؟ إذا هسه احنا عرفنا التركيب الداخلي وعرفنا الدبليشن انجن. الآن هذا الدايود جاي نحكي عنه. ترى فالديفايس كلش صغير، هسه أنا جايب لكم صور. هاي مجموعة أشكال للدايودات. شوف ترى ما يتجاوز السنتيمترين. شوف هاي المسطرة بالسنتيمتر. سنتيمترين يعني هيك هذا أكبر واحد. سنتيمترين، أما البقية فهذا حتى يصير نص سنتيم يعني اكو قسم منه، وهذا كله يسميه بالديسكريت كومبوننت، يعني ان الديفايس موجود بشكل ديسكريت بشكل منفصل، يعني واحد جاي صانع لي دايود وهذا الحجم مو حجمه الحقيقي، هذا الحجم مو حجمه الحقيقي، مو حجم الوصله، مو حجم البي والان، وانما هو مسويه بهذا الحجم 2 سنتيمتر 1 سنتيمتر حتى المستخدم يقدر يكضه بيده ويلحمه، لان اذا يعني تصور واحد يسوي لك اياه 1 ملي، طبعا هو اصغر من 1 ملي، يعني الوصله ممكن تصير 1 مايكرو ممكن. فاذا كنا هسه احنا مخلينا من المايكرو، المايكرو يعني 10 اس ناقص 6 من المتر مو صحيح؟ اما الملي 10 اس ناقص 3، يعني الملي متر انقسمه 1000 مره يلا نصير للمايكرو حتى نعرف المايكرو ايش قد صغير. زين فهو ممكن ان ينصنع بالمايكرو الدايود يصير الابعاد مالته هسه لا بالملي يقدر المستخدم بسهوله ان يستخدمه؟ ما يقدر يستخدمه بسهوله. فهل الاحجام هذا الكفر الخارجي. الكفر الخارجي للديفايس، اما الوصله الحقيقيه فهي بالداخل وموجوده بابعاد صغيره، تعتمد الحجم مالها على التطبيق، هل هي تتحمل تيار عالي، جهد عالي، فريكونسي عالي، واكو اشكال متعدده راح اوريكم اشكال اخرى للدايود، مثلا هذه كل هاي الاشكال هي اشكال دايود. كل هاي الاشكال، اشكال غريبه عجيبه حسب التطبيق. زين؟ بها الصغير جدا، بها الصغير جدا وبها الكبير جدا وهكذا. هذا هو الدايود بشكله الخارجي. منطقة الاستنزاف مثل ما شرحنا قبل شوية، بين أنا عندي بي تاي ستحاول أن تنتشر لتذهب إلى المنطقة اللي لا يوجد فيها فجوات، بها فجوات كثيرة، تحاول أن تنتشر في منطقة الآن اللي ما بها فجوات، وعندي بمنطقة الآن إلكترونات كثيرة في اللون الأزرق، تحاول أن تنتشر تنتقل إلى المنطقة البي اللي ما بها إلكترونات كثيرة، فيصير عملية انتشار متبادل، فأكو فجوات تنتقل إلى منطقة الآن وأكو إلكترونات تنتقل إلى منطقة البي مثل ما تكلمنا قبل شوية. الآن شنو راح يصير؟
بعد أن تعبر الفجوات من منطقة البي إلى منطقة الان راح تلتحن بإلكترونات فتختفي الشحنات الحرة، تختفي الفجوة وتختفي الإلكترون، لا يوجد إلكترونات حرة. ليش؟ لأن صارت عملية الكومبينيشن، صارت عملية اتحاد، الإلكترون التحم مع الفجوة فاختفى. زين، لماذا يخلف عملية الالتحام؟ لماذا تخلف آيون موجب؟ آيون موجب لأنه هناك فجوة انتقلت، الفجوة هي شحنة موجبة تظهر كأنها، يعني حتى بأكثر دقة تظهر على أنها شحنة موجبة، لأن هي الفجوة ليست شيء حقيقي، صح؟ الفجوة هل هي شيء حقيقي؟ شن هي الفجوة؟ أنت إيه أنت؟ شن الفجوة؟ أحسنتي، هو مكان يحتاج لملأ بالإلكترون، أو مكان فارغ يحتاج إلى ملأ بالإلكترون وليس شيء حقيقي، مو جسيم أقدر أشر عليه أقول هذا جسيم، لا هو حاجة مكان معين لإلكترون معين، لكنه يظهر كأنه يظهر إنه اللي يباوع من برا يباوع من بعيد يباوع له كأنما هو يشبه الإلكترون بس شحنته موجبة ويتحرك مثل الإلكترون. الآن هذا الجسيم هذا الفجوة انتقلت وهي عندها شحنة موجبة إلى الجانب الآخر اللي كان بالأصل متعادل، فكل مكان وصلت لفجوة صار بشحنة موجبة زائدة أو بنقص إلكترون، انتهى إلكترون كان موجود راح. الآن أي إلكترون قفز إلى منطقة البي راح يصير عملية الكومبينيشن وهي الفجوات الموجودة في منطقة البي وتختفي حاملات الشحنة الحرة، لكن راح نلقى آيون سالب يخلف عملية الكومبينيشن لأنه هذه الذرات إجاها إلكترون خارجي، إجاها إلكترون من مكان ثاني ونحط بمطلقين فصارت زيادة في الشحنات السالبة. فإذا مع الوقت راح تصير عندي تتكون الدبليشن ريجن اللي هي منطقة خالية من الشحنات الحرة ما بيها لا فجوات ولا بيها شنو؟ إلكترونات. وأيضا يتولد عندي فولتية بين الآيونات الموجبة والآيونات السالبة، هذه الفولتية نسميها internal voltage barrier، حاجز الجهد الداخلي. هذا حاجز الجهد الداخلي يحاول أن يعرقل عبور الفجوات من البي إلى الان، ويحاول أن يعرقل عبور الإلكترونات من الان إلى البي، لكن مو كل واحد حاول يستطيع النجاح، صح؟ وتستمر العملية ما دام بأن هناك إلكترونات تمتلك قدرة أكبر من البريير تستطيع القفز، فنشوف هذا من كان البريير مقداره V، هناك إلكترونات تستطيع القفز، زادت السعة مال الدبليشن ريجين، زادت الآيونات، زادت الفولتية، صارت 2 V، ما يزال هناك فجوات وإلكترونات تمتلك القدرة على القفز، راح تقفز الى ان نوصل ل 3 في. هذا فشيء افتراضي يعني من عندنا، انا نقول جاي تنمو الفولتيه، من توصل الى حد معين سوف تكون قادر على منع كل الالكترونات وكل الفجوات من العبور عند هاي النقطه، راح شو نقول وصلنا الى الاتزان. شنو منطقه الاتزان؟ منطقه الاتزان بانه عندما اخلي الديفايس كحر راح تكون الجهد الداخلي اللي تولد كافي لمنع كل الإلكترونات وكل الفجوات من العبور بالاتجاهين المتعاكسة. فبعد عملية الاتزان راح يتحول الديفايس عندي إلى 3 مناطق متمايزة. عندي منطقة B تحتوي على فجوات، منطقة N تحتوي على إلكترونات حرة، ومنطقة بالمنتصف تكون هي ديبليشن ريجين لا تحتوي على أي شحنات حرة. لا تحتوي على فجوات ولا تحتوي على إلكترونات، نعم تحتوي على آيونات مقيدة، وهذه الآيونات المقيدة تنتج لي فرق جهد بين الاثنين سوف يلعب الدور الرئيسي في عمل الدايود. هو يعني عمل الدايود كله راح يتولد بسبب هذا الفي، كل عمل الدايود هو بسبب هذا الفي. حتى هذه النقطة واضحة الأمور؟ سهلة أعتقد، أكثر وضوح مما كانت عندكم لو زودتوا غموض أنا. أما يعني ما لاصق الأمور؟ جيد. إذا الأمور زينة فنتقدم. هسه منطقة الاستنزاف عندنا محاضرات، والمحاضرة موجودة ومكتوبة، راح تشوفون بأن نسبة الإنجليزي راح تبدأ تزداد بشكل أكبر يعني بشكل متسارع، وتقل نسبة العربي بالكتابة مثل ما وعدتكم، كل ما نخلص من المقدمة كل ما نخلص من العربي ان شاء الله نطلع عليه.
شاقواكم يعني ما عندنا معركة ويا العربي، بس أنتم تحتاجون لأن مادتكم باللغة الإنجليزية تحتاجون التعود على المصطلحات الإنجليزية، فمضطر لكتابة المحاضرات باللغة الإنجليزية وأسئلتكم الامتحانية أكيد باللغة الإنجليزية. إن شاء الله تذل الجواب بالعربي، ما أحتاج منكم جواب بالإنجليزي. منطقة الاستنزاف راح نفس الحكي اللي حكيته قبل، راح تشوفونه يقول عنده وضع قطعتين مختلفتين من شبه الموصل المشوب جنبا إلى جنب، ستهاجر حاملات الشحنة من جانب إلى آخر. طبعا واضح من حكايتي بالإجمال بأن الإلكترونات ستهاجر إلى من الN إلى B، والفجوات من الB إلى الN. بعدين بالأحمر كتبت يعني فصلت، ستنتقل الفجوات من شبه الموصل نوع B إلى شبه الموصل من نوع N، وبالعكس ستنتقل الإلكترونات من شبه الموصل من نوع N إلى شبه الموصل من نوع B. ستحدث عملية التحام للفجوات المنتقلة مع الإلكترونات في منطقة الـ N مولدة آيونات موجبة، وين؟ بالـ N، منطقة الـ N الموجب بالـ N، شوف عكس الاتجاه، والسالب وين؟ بالـ B، عكس الاتجاه. هاي حتى يعني هذا حتى لا تغلطون بالامتحان من يجيكم رسم. ستلتحم الالكترونات الحره المنتقله من مع الفجوات في منطقه البي مولده ايونات سالبه. ستكون المنطقه حول منطقه اتصال القطعتين، هاي منطقه اتصال القطعتين، هاي جنكشن نسميها، منطقه الوصله بين نسميها جنكشن. زين نختصرها بعض الاحيان جنكشن. زين وبالحقيقه هو هذا الدايود، يعني هسه هذا لو تدمين وهذا تدمين، ترى الدايود هو منطقة الاستنزاف وشوية يمنى وشوية يسرى، بس الدايود هو منطقة الاستنزاف وشوية يمنى وشوية يسرى. يعني بعد هسه هذا طال ذاك ما ادري وين راح، ما يهمني شنو اكو موجود هنا، ما يهمني، يهمني المنطقة اللي حول الجنكشن هو هذا الدايود. فلذلك كل جنكشن هو دايود، كل عملية اتصال بين شبه موصل هو دايود بشكل من الاشكال. ممكن انه نغير في تركيبه، نغير في، راح نشوف احنا هذا الحكي راح من جناح الترانزستور راح نشوف شلون نتلاعب بالجنكشن، لكن يبقى بالاساس هو شنو؟ دايود. ستكون المنطقه حول منطقه اتصال قطعتي شبه الموصل خاليه من حاملات الشحنه تسمى منطقه الاستنزاف ديبليشن ريجن. سيتولد مجال كهربائي داخلي بين الايونات الموجبه والايونات السالبه في الوصلة، وسيعمل على إيقاف انتقال حاملات الشحنة من طرف إلى آخر، وسيسمى هذا المجال الكهربائي بحاجز الجهد الداخلي internal barrier voltage. قلنا barrier هو يعني شنو؟ حاجز، barrier حاجز، حاجز internal داخلي، barrier حاجز، voltage voltage يعني أو جهد. حالات التجهيز الدايود، الآن هسه بعد ما عرفنا الدايود وعرفنا التركيب الداخلي مالته، ما هي حالات التشغيل لهذا الديفايس؟ شنو اللي يشتغل؟ طبعا عنده حالتين تشغيل، عنده حالتين تشغيل، اما ان يشتغل بالريفيرس بايزد ستيت او فورورد بايزد ستيت. اكو واحد يقدر يقول لي يعني ريفيرس شنو؟ انتم ماخذينه دارسين شنو الريفيرس؟ العكسي، التشغيل العكسي. شنو التشغيل الامامي؟ مساء واحد قبل شوية واحد قال لي، واحد من عندكم قال لي حكالي على هذا الموضوع، من أجي أربط فولتية موجبة بالاتجاه الصحيح للدايود يتصرف كمفتاح مغلق، واحد قال لي أنت قلت لي مفتاح مغلق ومفتاح مفتوح. شنو مفتاح مغلق؟ يعني سيمرر التيار. شنو مفتاح مفتوح؟ سيقطع التيار. الريفيرس، الريفيرس هو مفتاح مفتوح، سيقطع، ريفيرس عكسي، سيقطع التيار ليتصرف الدايود كأنما مفتاح مفتوح. والفورورد بالاتجاه الصحيح يعني سيكون يعمل على إمرار التيار ويكون كيف؟ خلينا نشوف شلون يصير هذا. شوف هذه الوصلة، الآن أنا راح أربط جهد خارجي، بعد انا ما دام قلت حالات تشغيل الدايود معناه انا اكو جهد خارجي راح اربطه للدائره. الجهد الخارجي V زائد ناقص، شوف بس وين ربط الموجب؟ موجب على N والسالب على V. ايش راح يسوي الموجب بالوصله هنا؟ خل ارسم
خل ارسمها اوكي. راح ارسم الشكل، هذا هو الدايود، هاي هي الجنشن، هاي المنطقة هي منطقة الاستنزاف الموجبة، وهاي المنطقة هي منطقة الاستنزاف السالبة، وراح ارسم هيك شيء، هذا دلالة على منطقة الاستنزاف. هنا هذا البي وهذا هو الان، ربطت السالب هنا والموجب هنا، جاي تشوف البوزيتيف من ينحط على الان معناه بالعكس، النيجاتيف من ينحط على البي معناه ريفيرس، واحد عكس الثاني، المفروض يفترض بالفورورد ان البوزيتيف على البي والنيجاتيف وين؟ على الان. هسه احنا ربطنا، ايش راح يصير؟ هذا القطب الموجب ايش راح يعمل؟ هنا اكو وفره الكترونات، ايش راح يصير بالالكترونات؟ تنجذب للقطب الموجب، صح؟ هنا عندي وفرة فجوات، ايش راح يصير؟ تنجذب لمن؟ للقطب السالب. فمنطقة الاستنزاف المنطقة بالنص الخالية من الشحنات راح تزداد ام تصغر؟ شلون تصغر؟ منطقة خالية، هي الشحنات راح تهاجر من المنتصف راح تروح من الأطراف، الفجوات راح تنتقل للطرف السالب، والإلكترونات تنتقل، فإذا هاي راح تتوسع، فراح أشوف الدبليشن ريجين بدل ما كانت هنا كانت بهذا العرض، هاي هي الدبليشن ريجين، راح أشوف أنها راح تنتقل لهناك راح تكبر. يعني إذا هو بحالة التوازن كان الديفايس وكانت الدبليشن ريجين، يعني خلينا نقول هيك شيء، قضية حفرة، إذا هي الحفرة واحد متر كانت الإلكترونات والفجوات ما تقدر تقفز هذا الواحد متر، زين هسه كبرت صارت اثنين متر، هل راح تقدر تقفز؟ فإذا كان هو الدايود في حالة التوازن وكانت الدبليشن ريجين العرض مالها صغير، كانت الفجوات والإلكترونات لا تستطيع القفز من جانب إلى آخر، لا تستطيع المرور العبور بين البريير. الآن من ازداد سمك الدبليشن ريجين هل ستستطيع؟ بالتأكيد لا تستطيع. إذن هذا الربط لن يساهم في إمرار تيار كهربائي، بل بالعكس سيكبر سيعمق عملية العزل بين التوجج بين الحاملات الشحنة الموجبة والسالبة. واضحة هاي النقطة؟ وإذن هاي بهذا الريفيرس ببساطة هو ربط الدايود بهذه الطريقة، بأن الآن يكون ينربط للموجب و البي للسالب، عند هذا راح شو يصير بالدائره؟ يقول التغيير العكس عندما نربط الطرف بي الى القطب السالب والطرف ان الى القطب الموجب للبطاريه، فان المجال الكهربائي المتولد بفعل البطاريه سيعزز حاجز، يعزز يعني يكبر الدبليشن ريجن، سيزيد من البارير اللي موجود بالداخل، سيعجز حاجز المجال الداخلي، الامر الذي يمنع من مرور اي من حاملات شحنه من طرف الى اخر، ويتصرف الدايود عندها كمفتاح مفتوح. واضحه هاي؟ ناتي للجانب الاخر، الان ماذا لو عكسنا اتجاه الدايود؟ راح نشوفه هنا، اذا عكسناه، شوف هذا الاتجاه، راح نحط هنا الموجب، هنا السالب. هذا الموجب راح شو يسوي بالهاي؟ راح يضغط على الفجوات، وين يتفحل؟ يتفحل الحاجة، يعطيها قدرة، يعني هي مو كانت بها طاقة، هسه يعطيها دفعة، يعطيها قدرة، وبالمقابل الإلكترونات أيضا تندفع بهذا الجانب، تتنافر ويا السالب، تريد تتجه للموجب، فأيضا تاخذ دفعة، فإذا الطاقة اللي راح تمتلكها الفجوات والإلكترونات راح تكون أكبر، اللي كان ما يقدر يقفز الواحد متر هسه يقدر يقفز بسهولة. صارت طاقته اكبر، قدرته اكبر، اخذ منشطات، مش الرياضيين ياخذ منشطات يصير عنده قدره، واحد ياخذ منشطات ليلتفتون اليوم. زين المهم نترك هاي، المنشطات مضره، نترك هاي. الان هذا العمليه، هذا الربط بهالاتجاه ايش راح يسوي لي؟ راح يعمل على شغلتين، راح يكسب الفجوات والالكترونات قابليه اكبر للقفز، صح؟ زين هذا القفز هسه من تقفز عندي فجوه هنا استطعت ان تقفز للجانب الثاني،
هل راح تصير عملية ريكومبينيشن ويتولد ايون موجب هنا ويزيد لي الفجوة ولا لا؟ ليش لا؟ ما يقدر، لانه هو اكو هنا قطب سالب راسا يتجه للخارج. هاي اللي الفجوة اللي هنا ايش راح يصير؟ صح تقفز هنا، ليش ما تصير ريكومبينيشن ويصير ايون موجب ويعزز لي من الدبليشن ريجن حتى اوصل لتوازن جديد؟ اكو مجال كهربائي خارجي راح يسحب الفجوه، مجرد توصل هنا وين تروح؟ ترجع للبطاريه تنتهي، ما تبقى بداخل. بل بالعكس، بعض الايونات الموجبه اللي كانت موجوده بالدبليشن ريجن راح هذه يمزقها، راح يرجع يسحب الالكترون من الفجوه ويطلعها، يحرر لي الالكترون ويحرر لي الفجوه. فاذا ايش راح يصير من اربط الفولتيه بهالاتجاه بالفورورد؟ راح اضغط على الدبليشن ريجن، ما راح تزداد هالمرة، راح تقل. طبعا وقلة الدبليشن ريجن معناه راح يصير ازدياد بعدد الالكترونات اللي تستطيع القفز. هي قبل في الوضعية الاستقرار كانت تقدر تقفز، الان زغرت اذا تقدر تقفز العدد يكبر، صح؟ هسه واضحة. ولذلك انا باختصار هنا الموجب يقول الموجب للبطارية ما يربط، يعني هنا اكو نقص، نربط الموجب للبطاريه مع طرف بي والطرف السالب للبطاريه مع الطرفين، وعلى ان يكون قيمه المجال الكهربائي المتولد من البطاريه اكبر من المجال الداخلي للدرجه. هسه شنو نقصد بهاي العتبه؟ يقول على ان يكون، هذا على ان يكون، ليش على ان يكون؟ ليش هذا الشرط انه المجال الكهربائي هنا اكبر من الفولتيه الداخليه الموجوده؟ مو انا جاي اريد ان هذا الالكترون ما جاي يقدر يقفز، فحتى يقدر كل الالكترون موجود هنا يقدر يقفز لازم اعطي طاقه اكبر من البريير، فاذا كانت الطاقه اللي اعطيها اقل من البريير احتمال ما يقدر يقفز. طبعا بكل الاحوال هو راح يصير اكو كم الكترون كان عنده طاقه شويه زايده زائد الطاقه اللي جت هنا، يعني مو هي هسه انتم حضراتكم هنا بالقاعه طاقاتكم تختلف، يعني هسه من اجي اكو واحد منكم لو هسه جه سوى اختبار مع القفز، شو يسمون هذا؟ قفز عريض؟ شو يسمون هذا؟ الرياضه، ها؟ قفز متر. اي المهم ما ادري، هسه نسوي لكم اختبار، راح نلقى واحد يقفز مترين، واحد يقفز مترين ونص، واحد يقفز 10 امتار، ما ادري. المهم فانتم طاقاتكم الابتدائيه تختلف، هكذا الفجوات والالكترونات، الالكترونات والفجوات داخل الذره داخل التركيب ايضا تختلف، مو كلها بطاقه واحده، راح تلقى بعض الالكترونات والفجوات تمتلك طاقه مقدارها صفر ثابته خاليه من الطاقه، وراح تلقى بان واحد من عندهم يمتلك طاقه كلش عاليه قريبه شويه اقل من البريار، يعني كلش الراده بس دفعه صغيره وهو يعبر. فمجرد ان احط طاقه خارجيه راح تتمكن بعض الالكترونات من القفز منتهي من هاي، لكن هل راح يصير مغلق؟ هل كل الفجوات اللي هنا راح تستطيع القفز وكل الالكترونات؟ لا ما راح تستطيع. ليه تستطيع؟ عندما هذا بالصفر الخامل اجيب له طاقه اكبر من هاي، يعني عندما يكون المجال الخارجي اكبر منين؟ من المجال الداخلي. اذا كان المجال الخارجي اكبر من المجال، لا اقول كل الالكترونات الموجوده هنا راح تقفز للجانب الثاني وكل الفجوات الموجوده هناك راح تقفز يمين. واضح هذا الحكي؟ اذا هذه هي حالات تشغيل الترانزستور. وين وصلنا؟ ترانزستور ماذا؟ الان الرمز الالكتروني للدايود، رجعنا صحيح الرمز الالكتروني للدايود، شلون يعني احنا بالدائره ورا اشوف الكلام هسه انا اكثر منكم عم تورطوا بستره هسه عوفنا من هاي، انا احكي على الورق جاي يبكون بكيفهم بحتهم ليش؟ ها؟ بجوز الله يجي من قدام، مو هذا احتمال وارد؟ زين المهم نكمل ان شاء الله، هذه يعني هذه السلبيات اللي انبه عليها ما لي تفضل تستمر، بس انا انبه حتى شنو نتجاوزها. زين من اسكت من المحاضره ممكن نسولف ممكن ننكت
ممكن كل واحد يحكي لنا قصه، جزء واحد عنده هوايات هوايه مثلا عنده قصه قصيره عنده شعر ممكن نسمع، بس ما ياثر على محاضرتنا. كل شيء ممكن نسوي لك ما يسوي محاضرتنا. المهم هسه خلينا نكمل، خلينا نكمل ما دام هي محاضره بعد سلسله وبدايه. الان ما هو الرمز الالكتروني للدايره؟ طبعا انا بالاخير احكي على ورق، بالامتحان راح اجيب لكم شلون تعرف هذا دايود بشكل. لازم اكو فد شكل سامبل فد رمز من تشوفه تقول هذا الدايود وهذا الشكل. هذا هو الرمز الكهربائي. الدايود راح نقول يتكون من طرفين، طرف اسمه كاثود وطرف اسمه انود. الانود هو الطرف المربوط ويا البي، والكاثود هو الطرف الان. فالرمز مالتي راح يكون سهم، والكاثود راح اخلي هذا الخط اشاره. مرات الناس يقولون للسالب، مرات يقولون لا السهم. اكو يعني عده تفسيرات حتى الطلاب تحفظها. واحد شي يقول هذا هو السالب فمعناه انه هذا الكاثود. واحد ثاني لا شي يقول يا ابا ترى هذا السهم هو اتجاه التيار، والتيار ياتي من الموجب لمن؟ للسالب. فمن تشوف السهم يشير الى السالب. هذا السهم هو الذي يشير الى السالب. فاذا اتجاه السهم المكان اللي يشير له هو الكاثود. هواي تفسيرات، كل واحد يريد يفهم طلابه بشكل. المهم انتم تفهمون شلون تريدون. بالشكل الحقيقي عاده هم يميزون لكم منه الكاثود، يحطون لكم عليه فد خط علامه. من تروح تشتري هسه من الاسواق يبيعون هذني الاشياء من الاسواق زين من العطار، من تشتري الدايود راح تلقاها في الديفايس. احنا شفنا هسه لو ارجع للصفحه الاولى كلهم راح يميز لك واحد من الاطراف. هذا الطرف اللي يتميز هو ياهو الكاثود. هسه مره يميزه بنقطه، مره يميزه بخط، مره يميزه بلون مختلف. شلون يميزه؟ يميزه، لكنه بالاخير هو يميز واحد من الاطراف، يقول لك هذا الكاثود وهذا الانود. ومننا نعرف بان الدايود غير متماثل، مو مثل مقاومه. شلون ما تربطها بالدائرة ما يخالف، لا الدايود يجب أن يربط بوضعية معينة. يجب أن الكاثود يربط بمكان الكاثود والآنود يربط بمكان الآنود. واضحة هاي؟ واضحة. هذا الجزء الأخير أو قبل الأخير من هاي المعادلة. الآن إحنا بالمختبر وجينا ربطنا، انتقلنا بعد من الفيزياء. احنا بدائره بالمختبر عندي دايود وحطيت لي مقاومه، وهنا انا عندي مصدر فولتيه، وهذا مصدر فولتيه متغير راح يمشي لي من ناقص ما لا نهايه الى زائد ما لا نهايه. طبعا ماكو شيء اسمه ناقص ما لا نهايه زائد ما لا نهايه، صح؟ شيء ناقص ما لا نهايه زائد ما لا نهايه، بس احنا من نقول ما لا نهايه حسب الرينج اللي نشتغل به. فمره جاي نشتغل بالالكترونكس ممكن ما لا نهايه 10 فولت 15 فولت ما لا نهايه مالتي. ومرات بعض التطبيقات يعني اذا مثلا بهاي فولتج عندي 10000 فولت 20000 فولت، هاي الريتد. فبنقول ما لا نهايه مو معناها 11000 او 50000، لا، فد رقم كلش عالي. فهذا يعتمد وين احنا نشتغل. هسه في هاي المكونات اللي نشتغل فيها بالالكترونكس عاده فولتيات ما تتجاوز 200 فولت 200 فولت 300 فولت مو اكثر. الاجهزه المتداوله عندنا تتحمل فولتيه مقدارها 250، اكثر من 250 يصير فيها تلف. فاذا من اقول ان ما لا نهايه مالتي 250 او 300، فاذا انا راح يتغير الفولتيه عندي من ناقص 300 زائد 300. شنو الاي التيار اللي راح يمر هنا؟ اي، والفولتيه اللي موجوده هنا زائد ناقص في دايود. هاي في دايود وهذا الاي دايود، اريد ارسم الشكل مالته. هسه انا راح احط الفولتيه ناقص 300 واقيس ايش قد اي دايود، وبالفولت ميتر ايش قد الفي دايود. بعدين اسويها 200 واقيس ناقص 100 ناقص 50 0 1 2 3 10 100 200 300. صارت عندي من ناقص ما لا نهايه. راح نشوفه كالاتي. انسى هذا البريك داون، راح ابتدي اقول الجزء السالب كله
شو راح يخلي للدايود اذا حطنا فولتيه سالبه؟ واحد يعرف؟ قبل شرحنا اذا احط فولتيه سالبه على الدايود، شوف الموجب هو على الموجب والسالب على السالب، يعني الموجب على البي والسالب على الان، المفروض فورورد صح؟ بس اذا احط الفولتيه سالبه يعني عكس ايش؟ انحياز عكسي. فاذا كل اجزاء السالب، هسه انا انسى فد شيء معين، كل اجزاء السالب الدايود ايش بيه؟ في حاله انحياز عكسي. واذا كان في حاله انحياز عكسي شنو معناها؟ ماكو تيار. اذا انا اقدر اتصور بان اذا هذا ارسم هذا المحور، هذا هو الاي دايود وهاي هي البي دايود، اقدر اتصور بانه بالجزء السالب للفولتيه على طول الخط شنو التيار ايش قد قيمته؟ صفر، الى ان وصلت للصفر. هسه بالجزء الموجب ورا الصفر، هسه هذا الصفر وصلنا له، كل شيء قبل الصفر كان اوبن الدايود لا يمر تيار، ليش؟ انحياز عكسي. واضحه؟ زين، اكو واحد يشك بهاي النتيجه اللي حكيناها؟ ما حد يشك. الان ورا الصفر فولتيه موجبه، هل يبدا يمر؟ نعم يبدا يمر. بس احنا من ساعه اذا تذكرون بالفورورد ميزنا بين شغلتين، قلنا على ان يكون الجهد الخارجي اكبر من الجهد الداخلي، وكنا قبلها قلنا ما هو معناه بانه اي فولتيه نحطها راح تمكنني من مرور فجوه فجوتين ثلاثه، لكن مرور كل الفجوات مرور تيار معتد به لا يحدث الا اذا كان الجهد الخارجي ايش بيه؟ اكبر من الجهد الداخلي، مو صحيح؟ فاذا انا خل اقول ان هذا هو الجهد الداخلي، هذا الفي بارير خل نسميه. بين الصفر والجهد الداخلي الفي بارير اللي هي خلينا نقول 0.7 فولت يمر تيار، لكن تيار قليل جدا، يعني كم واحد اللي عندهم قدره معتد بيها راح تجيهم قدره خارجيه يستطيعون المرور، فاكو تيار. شوف بهاي المنطقه اكو تيار لكن شنو؟ قليل صغير. ورا ما نوصل للفي بارير شو يصير؟ دخلنا وين؟ دخلنا بعد انه الطاقه الجاي نطيها اكبر من البارير الموجود داخلي، فكل الفجوات الموجوده بالبي راح تنتقل وين؟ للان، وكل الالكترونات الموجوده بالان من راح تنتقل؟ وطبعا راح يروح عن طريق البطاريه ويرجع التداور يمشي التيار، فراح اشوفهم قفزه مباشره قفزه بالتيار. فولتيت البي اس بعد ما اتجاوز الفولتيت البريال راح راسا اشوف صعود مفاجئ. ليش؟ لان عبرت البريال، عبرت الحاجز، صارت الطاقه اكبر من الحاجز، صار كل الالكترونات كل الفجوات ستستطيع القفز من منطقه البي الى منطقه الان، واضحه؟ ولذا تشوف هسه هذا لو اجي ارسم هنا بالريفيرس، هاي المنطقه الزرقاء اللي هي منطقه شاسعه من ناقص 50 للصفر، كلها التيار عباره عن صفر، هذا الخط الازرق الى ان وصلت للصفر. بعدين هاي الفي دايود لحد هذا المقدار، لحد هذا المقدار جاي تشوف بانه الفولتيه اقل، تشوف التيار اقل صغير قليل، لكن سرعانه وراء هذا راسا يزداد بصوره عجيبه، تشوفه راسا يقفز هيك قفزه كبيره، يصير فورورد. واضحه هاي النقطه؟ واضح؟ الان نريد نكمل، ماذا يحدث قبل ال 50؟ ناقص 50، هنا حد الناقص 50 ناقشناه ريفيرس تيار صفر، بس تشوف هنا اكو وراء الناقص 50 جاي تشوفونها هاي لو ما تشوفونها طلابها؟ الورق راح ارفعها لي فوق شوي. تشوفون قبل الناقص 50 شكو؟ تشوف راسا التيار، هذا التيار باللون الازرق ينزل، يعني كانما اكو تيار لكن بالاتجاه المعاكس، تيار مقداره سالب يعني بالاتجاه المعاكس، اكو تيار سالب. ليش مر هذا التيار؟ هنا هاي النقطة ناقص 50 شو نسميها؟ نقطة انهيار البلورة. هذا الدايود من اربطه ما يتحمل فولتيه لما لا نهايه، الى قدره معينه، يعني هسه هذا القلب اجي اضغطه اقول انا هذا من اضغطه ما يستجيب لي، ما يتمدد،
لكن اقدر اقول 1 نيوتن 2 نيوتن 10 نيوتن للما لا نهايه؟ لا، اكو مقدار معين بعد الطاقه مالته ما تتحمل راح ينكسر. هذا بالضبط هنا أنا ورا الناقص 50 انكسر صار انهيار بالبلوره، طبعا هنا عطل الدايود. هاي النقطه ورا هاي النقطه الدايود عطل. انهارت البلوره صار انتهت، يعني ممكن انه يفحم، ممكن يحترق، صح مر تيار لكن بعد ما هذا تلف. بعد ما راح يرجع لشغله القديم. فنسميها بريك داون. منطقه انهيار. هاي المنطقه الورديه زهريه منطقه بريك داون، منطقه انهيار. يجب على المهندس ان لا يجعل في اي حال من الاحوال الدايود يمر بها. ليش؟ معناه يفقد الدايود، الدايود يحترق، يعني انت اذا تشغل الدايود بهاي المنطقه معناه ان الدايود يحترق. فانت كمهندس ما تريد تحرق اخوه، انت ما مسوي دائره على مود تحرق الدايود. الا اذا الشطار بينا يسوونها هاي. اما الناس الاعتياديين ما يسوونها، فانه جايب دايود يريد يشغله. فالمناطق العمل للترانزستور هي ريفيرس وفورورد. اما البريك داون شوفنا احنا من قلنا عنده منطقتين عمل للدايود، ريفيرس وفورورد. ما قلنا اكو وحده ثالثه اسمها بريك داون، لا، بريك داون هي حاله انهيار، حاله عطل عندما اسلط فولتيه اعلى من اللي يتحمل الدايود راح ينهار. واضح؟ واضح. طبعا هسه بالمواصفات مال الدايود راح يقولون لك بشكل واضح، يقول لك هذا الدايود ترى يتحمل بريك داون فولتج مالته هيقل. لا تربط تحطه، يعني واحد يقول لك هذا ناقص 50، بعد لا تعرضه 50 فولت بصوره ريفيرس يحترق. واحد يقول لك ناقص 250، لا تعرضه 250 ترى يحترق، صح؟ واحد يقول لك 300، طبعا كل ما زادت قيمه الفولتيه البريك داون كل ما يتحمل اكثر كل ما يصير سعره اغلى، صح؟ كل ما انه يتحمل فولتيه اعلى حتى يحترق كل ما يصير سعره اغلى. بعد جانب ثاني للدايود هذا الفورورد تيار راح هم للما لا نهايه، يعني هو جاي يكبر شوفه كانه رايح للما لا نهايه، يعني 1 امبير 2 امبير 10 امبير هم للما لا نهايه، لا مو للما لا نهايه، على كيف اخويا. كل دايود يتحمل، هذا الدايود يصممون لي اياه يتحمل 5 امبير، ترى اذا شغل عليه 6 يحترق. هم يقولوا لك هو الماكسيموم مالته 5، الماكسيموم مالته 10، الماكسيموم مالته 100، والسعر مالته كل ما تزيد الماكسيموم التيار اللي يتحمله اكبر تيار يتحمله كل ما سعره شو يصير بيه؟ يصير اغلى يزداد. هذا المحدد الثاني. اذا عندي هسه محددين لصفات الدايود، محدد فولتيه بريك داون وعندي ماكسيموم كرنت. طبعا القدره الضائعه ما دام هو بفولتيه، ما دام هو بفولتيه على اطرافه ويمر به تيار، اذا في قدره ضائعه، صح؟ ما دام اكو فولتيه واكو تيار اذا اكو قدره، القدره شو تساوي؟ بالدي سي. حاصل ضرب الفولتيه في التيار. فايش قد يتحمل قدره ضائعه؟ مو هاي القدره الضائعه راح تتحول الى حراره، صح؟ القدره الضائعه باي جهاز، ايش رايك هسه هاي المروحه صار لها ساعه تشتغل، هسه من اطف فيها واكثر فيها القاها حاره. شنو هاي الحراره؟ منين اجت؟ هاي يقولون من القدره الضائعه داخل الاسلاك. القدره الضائعه تتحول الى حراره. هسه هذا الديفايس هاي الحاسبة هسه من اكثر من جوا حارة. منين اجت؟ القدرة الضائعة اللي صارت بالدايودات والترانزستورات والاجزاء الداخلية. زين. ايش قد يتحمل قدرة ضائعة؟ هل راح توصل الحرارة إلى درجة بحيث تعطب الجهاز لو ما تعطبه؟ ممكن. أنت جاي تقول لي أنا جاي أكلها ترى ما فيها يعني مو واي فرق. أقول لك هذه درجة الحرارة اللي تلمسها، أما درجة الحرارة اللي على الوصلة يعني بالوصلة فعلاً اضعاف هاي. لان ما تقدر بسهوله تشتتها، زين؟ فهل هي راح تتحمل لو ما تتحمل؟ ايش قد تتحمل؟ فكل ديفايس يتحمل، يكتبون لك هذا يستطيع ان يضيع بقدره 250 ملي واط. بالمعتاد هسه احنا باجهزتنا 250 ملي واط، اكثر من 250 ملي واط يحترق. واحد نص واط، واحد واط، 100 واط. طبعا 100 واط مو شويه، 100 واط هذا الجلوب، الجلوب شايفه هذا الجلوب الاحمر القديم، ال 100 واط اولا يضوي، وشيء ثاني من تكضه تلقاه نار، ما تقدر تكضه يعني هو بيشتغل. فال 100 واط مو شويه، 100 واط تقدر تسوي بها تخدر شاي، تسويها هيتر وتخدر شاي بها. فال 100 واط مو شويه، فاذا ايش قد يتحمل؟
هذا نسمي اخذنا ثلاث فاكتورات يتحملهم. اكو بريك داون فولتج، ماكسيمم كرنت، و ماكسيمم ديسبيتد باور، قدره ضائعه، اكبر قدره ضائعه. بالمحاضره الثانيه الجاي، يعني مو المحاضره الجاي، بعد محاضرتين، بعد محاضرتين راح نغطي هذه المجال باكثر تفصيل، من ناخذ دوائر الدايود، تحليل دوائر الدايود. لسه بعد ما نجاوب الموضوع الاخير هذا اخر الان ياتي سؤال يقول احنا بالهندسه الالكترونيه نريد نصمم، بالهندسه الالكترونيه بالهندسه بسرعه اي شيء يفتقر الى موديل رياضي لا يمكن الاستفاده. اعطيكم مثال، مثلا الاتصالات تم اكتشافها من قبل منه، يعني اتنبأ بيها ماكسويل بال 1800 وكسور، اعطانا معادلات فتنبأنا بوجود الاتصالات على سبيل المثال. هيرتز بداية ال 1900 استطاع ان يبث اول عمليات بث اذاعي، يعني بالمورس قدر يبث اشارة من مكان الى مكان، واستمرت العملية لحد منتصف الاربعينات، صارت عندي تلفزيون بث تلفزيون وما ادري شنو، لكن الاتصالات كانت تتنقل بصعوبة، يجون يبنون اجهزة لكن مرة تشتغل مرة ما تشتغل، مرة فضبابية ما معروفة ليش، لان ما كان عندهم موديل رياضي. الى ان اجانا واحد اسمه شنن، هسه هذا الرجال ايش سوى؟ قال انا ما دام هذا علم انا جاي اجيب اهمية الموديل الرياضي بالهندسة. فقال ما دام هذا علم يجب ان يكون هناك موديل رياضي واضح يصف السيستم. فافترض السيستم وبدا يحط حدود وجاء واشتغل. فتحوا لحد الان الاشياء باسم شنن اللي هو بالخمسينات اشتغل. بالخمسينات قدر ان يضع الموديل الرياضي ورا الخمسين، هسه لو تباور من الخمسين لليوم تشوف القفزات اللي شدتها الاتصالات متسارعه. بسبب انه صار عند المهندسين عند العلماء صار موديل رياضي، قام يباوع للمعادلات ويعرف يقول هنا لازم ازيد هذا ولازم انقص هذا، لازم اطلع العرض هنا ولازم ازيد الطول هنا ولازم اغير الماده هنا، صارت الامور واضحه. قبل كانت حزوره، يسوي تجارب بالمختبر لو تنجح لو تفشل. اذا يعني هاي مقدمه على اهميه الموديل الرياضي. فانا اذا عندي شيء عندي موديل رياضي إليه استطيع ان اتنبأ شلون احسن مواصفاته، اعرف اقول ازيد الطول الفلاني، ازيد العرض الفلاني، اغير الماده الفلانيه، يعطيني الناتج اللي ارجوه، تطلع الامور مثل ما اخطط لها. فالموديل الرياضي مهم. اذا ما هو الموديل الرياضي الذي يربط فولتيت الدايود في تيار الدايود بالدائره الكهربائيه؟ هاي دائره الكترونيه موجوده، انت جاي رسمت لي الشكل، قلت بالمختبر اخذنا طلع هذا الشكل، هذا الشكل هل له معادله رياضيه تصفه؟ هل هناك موديل رياضي؟ نعم، وجد موديل رياضي لهذا الشكل وتم اشتقاقه، مو تم حسابه من الشكل، لا تم اشتقاقه من الصفر معادلات وقدروا يوصلون، وبعدين راحوا للمختبر لقوا هاي المعادلات تنطبق على الحاله الحقيقيه. وهذا انجاز، يعني انت فرق بين انك انت تبدي من الصفر وقاعد انا ورقه وقلم واجي اشتغل، وبعدين من اطلعها اروح اتاكد للمختبر القى الحكي اللي حكيته كله ما فايتني شيء، طلعت الشكل بالضبط. المعادله هي هاي التي تصف تيار الدايود تربطه بفولتيت الدايود. التيار يساوي اي اس اكسبوننشال في دي مقسوم على ان في تي ناقص 1. شنو هاي الرموز؟ الاي هو تيار الدايود اللي هنا مسمينه اي دايود، ال في دي هو فولتيت الدايود مسمينه هنا في دي دايود، الاي اس فد كونستانت نسميه ريفيرس بايس ساتوريتنج كارنت، يعني انه تيار الاشباع العكسي. يقول هسه انا لو اربط هذا الدايود اربطه بصوره ريفيرس وصلت لفولتيه، راح يمر تيار لو ما يمر تيار؟ احنا قلنا ما يمر، هو بالحقيقه يمر تيار قليل. ليش يمر تيار قليل؟ ليش يمر تيار قليل؟ يعني حتى تكون
مو من ضمن موضوعكم بس حتى لا تتيهون. هذا الدايود، هذا البرير، هذا الان هاي البي، هذا بي وفرة شنو؟ الكترونات. هذا بي وفرة شنو؟ فجوات. بس ذن هذا الحكي حاملات الشحنة الأغلبية، اكو في كل ديفايس اكو حاملات شحنة أقلية. سامعين بيها؟ سامعين بيها. احنا بالمحاضرة اللي فاتت حكينا اكو حاملات شحنة أقلية تتولد بفعل الحرارة، بفعل الظروف الجوية اللي تأثر على الديفايس، وهذا سيمي كوندكتر تخلي تولد عدة بالان يتولد فجوات عددها قليل اي لكن موجودة عمرها صغير اي. ليش عمرها صغير؟ اكو الكترونات هواي تحاول تقضى عليها لكن موجودة. بالبي فعل درجة الحرارة تتولد الكترونات عددها قليل نعم، عمرها قصير نعم لكن موجودة. في كل لحظة من اللحظات راح ألقى حاملات شحنة أقلية في البي هي الكترونات، وحاملات شحنة أقلية بالان هي فجوات. الآن أنا لو أجيت ربطت ريفيرس، راح هذا الموجب راح يعطي شحنة لمن؟ للفجوات الموجودة بالان، فهاي راح تستطيع القفز، والإلكترونات الموجودة هنا الحاملات راح تستطيع القفز. بس هل هذا تيار كبير؟ لا، تيار قليل باعتبار ان اصلا الحاملات الشحنة قليلة. فحتى بالريفيرس اكو تيار عكسي، اكو تيار يمر، لكن بفعل الحاملات الشحنة الاقلية وهو تيار يكاد يكون مهمل. احنا عادة نهمله، يعني حتى من القياسات نلقاه في 10 اس ناقص 9 بالنانو، 10 اس ناقص 12، يعني 5 في 10 اس ناقص 12، 10 اس ناقص 12 يعني 1 بالمليون من الامبير. احنا جاي نقيس هناك نقيس 250 ملي، 250 ملي، هناك نقيس 1.2 نانو. وايد فرق صح؟ انتم تتحسسون هاي الارقام لو لا؟ يعني فرق بين النانو والملي فاذا الاي اس هو الريفيرس ساتوريشن، تيار الاشباع العكسي exponential vd على n vt. ال vt هي الثيرمال، ال vt هي الثيرمال فولتج، ال vt ويساوي ثابت بولتزمانها الثابت في t over q اللي هي درجة حرارة الغرفة. n is ideality factor. ideality factor هل ان ال device مالتي ideal لو لا؟ مو انا من اجي ابني ideal يعني مثالي، هل هو مثالي لو مو مثالي؟ انا من اجي ابني مو شرط يطلع الديفايس مثالي، قد ما اتعقد يكون مو مثالي صح، فايش قد انحرافه عن المثالي. فهذا الان رقم يعطونه حتى يخلونه يقاربون، يقولون ايش قد فرق عن المثالي. اذا واحد فهو مثالي، اثنين انحرف شوي عن المثالي، ثلاثة انحرف 1.5 1.6، وغالبا يعني يقع بين الواحد واثنين ونص. هذا الان عاده يعني بين الواحد الان يساوي من 1 إلى 2.5، يعني من النادر أن يلقى 3، من النادر أن يلقى أكثر من 2.5. عادة يبطونك إياه 1.6 1.7 هذه المحتاط تابق الله فنسبه. إذا هاي المعادلة إذا أطبقها لأي فولتية معينة، أجي أقيس الفولتية على الدايود ألقاها 0.71، حطها بهاي المعادلة يطلع قيمة التيار، أروح للمختبر ألقاها بالضبط. فهذا هو الموديل الرياضي اللي يربط تيار الدايود بفولتية الدايود. واضح؟ شو اسمه؟ شوكلي دايود كويجين. شنو شوكلي دايود كويجين؟ شوكلي اسم العالم اللي اكتشف العلاقة. شوكلي هو اسم العالم اللي اكتشف العلاقة. وشكرا جزيلا على الإصغار، شكرا للمصور.